مهني بقطاع السيارة الأجرة كبيرة، وكنشتغلوا في هذا القطاع دي مدة. شنو هما المشاكل اللي عندكم دابا بسبب الفيروس ديال كورونا؟ كانت مشاكل لكن قبل ديجا ما فيها هادشي ديال تنظيم القطاع، ما فيها هادشي ديال تأهيل، كذلك تأهيل القطاع. وحنا كنا خدامين الحمد لله مع بعض النقابيين اللي هما اشتغلوا في الدار مع الحكومه، يعني ومع هاد سميتو هاد المبادرات، يعني تحطوا في مستوى، وكنا الحمد لله غادي كنحلوا هاد المشاكل. ما فيها الدعم تا هو كذلك، ولكن هاد الفجاه اللي جات هي اللي شويه الكارثه اللي وقعت اثرت لنا على القطاع والعمل ديالنا بصفه عامه، من ناحيه المدخول، من ناحيه حتى عدد حوايج، ان كاع المهنيين يعني راهم كيشتكيو، يعني ما كاينش مدخول، القطاع بدا كيرجع للور، واحد العدد ديال الاكراهات دابا اللي حنا كنطيحوا فيها، ما كاينش يعني الناس كلها بركت، ما بقاش كتحرك، والمهنيين دابا راهم يعني كيضطروا باش يشتغلوا، لان القطاع غير منظم. يعني خاص كنتمنوا من الحكومه ولا هذا، يعني يكون شي دعم لهاد الناس هادو فهمتي في اسرع وقت. حقيقه هما بداوا في هذه العمليه، ولكن بغينا الناس يسرعوا للمهني باش يستافدوا من هذه الاعانه اللي كاينه. واش راسلتوهم؟ واش كاينه شي؟ لا الحمد لله كاين الحمد لله في الاعلام، كاين رسائل، كاين هذا، ولكن خاص الناس مازال عارفينش كيفاش يعني يتسجلوا في هذا الشيء. حنا كنساعدوهم بعض الاحيان. وبالنسبه لكم انتم كمهني وكنقابي، شنو هما الخطوات اللي درتوها يعني باش موالين التاكسيات تعاونوا؟ حقيقه كاين بعض المحطات كيشتغلوا لهذا الشيء، ولكن حنا شاش نقول لك، كاين واحد الطبقه اللي هي بصراحه كانت باركه ديجا، كتشتغل غير مره وكانت معاهم وكنتعاون معاهم، ولكن في هاد الفتره هادي اللي حنا ما استطعناش بصراحه. حنا كمهنيين وكنشتغلوا ديما، ما يعني الحركه وقفت كاع مره، ما كنتبناو يكون شي حل هادشي. حنا بصراحه الضرر على الجميع، لا المهنيين ولا المستغلين، ولا كاين ضرر. ويعني بالنسبه للتحرك ديال الطاكسيات، شحال مثلا في النهار ديال الطاكسي اللي كتخدم مثلا في وجهه معينه مثلا سباته مثلا؟ هنا بالنسبه للنقطه، هذه المحطه هذه يعني نقطه، يعني واحد المحطه استراتيجيه اللي كتشتغل على واحد جميع الاتجاهات، فيها تقريبا واحد سبعه ديال الاتجاهات كنشتغلوا عليهم. يعني بالنسبه لهذه المحطه اللي كنشتغل اللي سميتها قصره الحي محمدي سوق بازيل، يعني عندها واحد الاتجاهات كثيره، وكاين تبارك الله كاين المحطات كثار فيها، وكاين واحد العدد ديال المهنيين كيشتغلوا، ولكن كاين حتى واحد الظاهره ديال المحطه، واحد النقاط السوداء ديال المحطه العشوائيه اللي توما بجانب هاد المحطات حتى هما كيشتغلوا. وكنتمنوا ان شاء الله من بعد هاد الكارثه هذه ان شاء الله يكون شي حل لهذا الشيء. بالنسبه لواحد النقطه مهمه، لان احنا كسائقين يعني احنا كنفضلوا نبركوا في محلاتنا، لان هادشي ولا كيشكل خطوره علينا، ما خصناش نبقاو خدامين بصراحه. ولكن غالب الله كنتمناو حنا يطلقونا هذا الدعم هذا باش حنا نمشيو نريحوا محلاتنا، لان ولينا يعني مهددين، هادشي خطوره هادشي. وبهذه المناسبه كنبغي نشكر جميع المتدخلين، السلطات المحليه صراحة، والامن يعني كيقوم بواحد الواجب، لان يعني من خلال التوعيه والتحسيس، ومن خلال كذلك التعقيم ديال هذه المحطات، هذا يعني مشكورين على هذه البادره، وكنتمنى من الله ربي لاحظ كما يقولوا لاحظ لبس هذا الشيء، والله يدير الشتاء والخير. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.